2-3 ما لهمش علاقه خالص بالاولمبياد انا خسرها. قصدك بكاس العالم؟ قصدك بكاس العالم. اصل هي اتنشرت بعد كاس العالم. صديقه بيكلمني بيقول لي هو جاي وكان عاوز يشوف حضرتك لان هو طول عمره بيسمعك في التلفزيون وطول عمره بيقرا كتب حضرتك اللي بتكتبها وكان عاوز يتعرف بيك. فكان قلت له قوي يشرف طبعا. فجه الراجل وهو الشاب بيحب يقرا وبيتابع يعني واضح قوي يعني. ما انت كاتب كل الكتاب ده. هو يعني فجه بالابتسامه بتاعته الجميله في المنتجع. اتقلب المنتجع اتقلب. الممرضين والممرضات سابوا شغلهم، المطبخ بتوع المطبخ سابوا شغلهم عاوزين يصوروا معاهم. وزي ما انا كتبت في المخاطبه كان عندي بعض اتنين منقبات في المستشفى شافوه وهو في الوسط فجريوا ناحيتي قالوا عاوزين نتصور معاه. قلت لها انتوا منقبه؟ قالت لي قلت لها يعني ما حدش هيعرف انك اتصورتي مع محمد صلاح؟ قالت لي انا ان انا اتصورت مع محمد صلاح، انا عاوز الاقي انا. قلت له فت صاروخ بالضحك قال لي قوي انا عندي مطلع كده شويه جنيه راح طلع على المطلع الجنينه دوت وقف معاهم في الحريم يعني واتصوروا كانوا الاثنين منقبين سعداء جدا. قلت لهم لا ما حدش يصور معاهم. قال لهم دي هتبقى احساسها هي ودي كانت كانوا من الخليج يعني ما كانوش مصريات يعني. وكان كان يوم جميل جدا قعد معنا ساعتين. وعرفت سر ابتسامه صلاح؟ ايه؟ وعرفت سر ابتسامة صلاح؟ انا كتبتها. انا مش عاوز اعمل لك دعايه للكتاب. لا مش سيبك من الكتاب. بقول لك عرفت سر ابتسامة صلاح؟ ايه بقى؟ ابتسامة صلاح دي اللي احنا بنسميها الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي. والذكاء العاطفي ده اهم من الذكاء الاكاديمي. الذكاء الاكاديمي بيخليك تنجح. وتجيب مجموع كويس. وتشتغل، تاخد مهنة كويسة. لكن ما بيخليكش تتحب من الناس، اللي بيخليك تتحب من الناس الذكاء العاطفي. وانا اديت امثله اينشتاين وزويل الاثنين كانوا اذكياء جدا ذكاء خارق يعني فوق المستوى اللي احنا بنقيس بيه 140 او 150 هم فوق بقى ما فيش مقاس لهم يعني. ولكن واحد كان منطوي منعزل غير محبوب من الناس ده اينشتاين وواحد كانوا مرشحين يبقى رئيس جمهوريه اللي هو احمد زويل كانوا الشعب كله بيحبه. وقلت لك انا كتبتها كذا مره ان بره كنا بنتعشى مع بعضينا وكان كل ما يجي لازم نتعشى مع بعضينا لوحدينا وماشيين.